أنا كفاح قعدان، مواليد إربد، عمري 58 سنة، بمارس النجارة في مجال الفن التطبيقي من 40 سنة. كان عمري 4 سنوات وصبت سخونة عادية، أخذوني على دكتور هون في إربد، أعطاني 6 أبر. الأبرة الأولى أخذتها، الثانية لما أخذوني تأخذها اكتشفت إنه هاي الإبرة غلط، يعني كنت صرت مصاب. طبعا ما كان في علم زمان وما كان في تقدم طبي، صاروا يعملوا هالعمليات ويجيهم ويحطوا، وأقمت في المستشفيات مدة طويلة، يعني مرة أقمت 6 أشهر ومرة 3 أشهر، وظليت بالجبس يمكن مرة من المرات حوالي 6 شهور كل مجبس. كانوا يتعلموا فيه، يعني ما كان فيه طب، ويمكن أنا ما بلومهم بس ما كانش فيه علم. اندليت في بغداد على رجل كان قريب من بيتي وعنده صديق شغيل من جيلي، حاولت أدخل بالشاب على أنه يصير صديقي، وفعلا صار صديقي. صرت أروح أزور صديقي وعيني على الرجل اللي بيشتغل. لحسن الصدفة أنه طلع هذا الرجل من أمهر حرفيين العراق، فشربت يعني الحرفة منه مش الفن اللي أنا بشتغله، الفن هذا كله من ابتكاري أنا، إنما اكسبت منه الحرفة وأسرارها. يعني كنت بدون ما أشعر إني أنا عم بتعلم، إنه في العراق في هذول المميزين بيورثوها لأبنائهم، ما برضى شغيله يتعلمها، فأنا كنت أسرقها سرقة. اكتشف هو بعد 3 سنين إنه أنا عندي ورشة ومصنع شغل إلي في البيت وبإيدي. الفن التطبيقي على الخشب هو يعني معاكس للفن التشكيلي، الفن التشكيلي اللي هو الرسم، النحت، يعني الصورة الجامدة، يعني هي اللوحة. لكن أنا يعني مارست الفن التطبيقي اللي هو الفن، اللوحة اللي تستخدم، يعني كلمة عبقري قليل عليها، فنان فنان بمعنى الكلمة. يعني وانت بتطلع عليه هو بيشتغل تتعجب شو بده يطلع منه، بتضلك وانت واقف فوق راسه تتوقع شو بده يطلع، شو بده يسوي، شو بده يسوي، كيف بده تطلع، تتفاجأ بالأخير بالقطعة اللي بتطلع معه. بتحس إنه يعني بطلع تحفة صعبة واحد يفهمها، حتى لو تشتغل معه صعب تفهمها. مارست هاي المهنة موضوع تحدي لوضعي الصحي، كوني أنا أصلاً غاوي فنون، كنت رسام بالبداية، بداية طفولتي، ومجتمعي بلش يصفني بإني اخترت مهنة يعني الرسم مناسب لوضعي. تمردت على هذا الحكي وبدأت أكمل دراستي في مجال الكهرباء المغناطيسية، وفعلا بلشت ابدع فيه. برضو لقيت مجتمعي بيقول لي هاي مهنه مناسبه لك، تقدر تشتغلها وانت قاعد ورا طاوله. قفزه اخرى، يعني قلت بدي اشوف مهنه اصعب وما يقدروا يقولوا انه هاي المهنه بتناسبك، لدرجه اني لما مارستها يعني لحد الآن
في ناس بعدها مش قادر تصدق ان واحد زيي ممكن يكون نجار. بغض النظر عن فنان نجار هاي صعبة استيعابها. والحمد لله يعني جمعت بين كل مهني وعملتهم مهني وحدي. كل قطعة بنتجها اعتبرها جزء مني، يعني بعشقها عشق حقيقي، يعني حتى العشق عندي انا له معنى، معنى خاص، العشق بمعناه. لدرجة اني ممكن اكون يعني سارح بالليل اتذكر نهفة معينة بشغلي، اروح اتلمس القطعة اتأمل فيها، يا ترى هاي لا مزبوطة، وارد ارجع انام. يعني كلمة كفاح مش بس اسم، يعني اسم وفعل. وعيت على الدنيا وهو بكافح وما زال بكافح. انظروا لأمثالي وتذكروا انه الإعاقة ما بتحد حركة إنسان على وجه الأرض، لأنه الإعاقة في الدماغ مش بالجسد.